كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مصلحة الضرائب في إسبانيا مصرة على المضي قدما نحو توقيع عقوبة الحبس على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد على خلفية مزاعم تهربه من دفع 14 مليون و700 ألف يورو كضرائب مستحقة على مداخيله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصورة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014. أشارت صحيفة وماركا إلى أن مصلحة الضرائب رفضت الشيك الموقع على بياض الذي قدمه اللاعب البرتغالي من أجل تفادي عقوبة سجنه. وأوضحت ماركا أن النجم البرتغالي عرض خلال اجتماع سابق دفع مبلغ من المال يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو بدلا من 15 مليونا. وألمحت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو قدم عرضا لمصلحة الضرائب في إسبانيا بدفع المبلغ الذي تراه مناسبا لغلق الملف ويجب أن يكون كبيرا. اختارت فورمولا 1 شركة أجيلفي يوكي لعقد شراكة معها، وذلك على خلفية التصور التسويقي الجديد. فورمولا 1 قررت الشراكة مع الوكالة البريطانية للدعاية والإعلان التسويقي أجيل يوكي كأول شريك في هذا المجال الفورمولا 1، حيث تستمر على منافسة لسباقات السرعة في مشروعها لإعادة كسب قوتها التسويقية. وستلعب جيلفي دورا مهما في تطوير العلاقة بين الجماهير وأبطالهم المفضلين، وذلك بتفعيل عضويتهم في الفورمولا 1 عبر المزيد من التفاعل على الإنترنت وقناة الفورمولا 1 الجديدة. وصلنا إلى نهاية برنامج المؤشر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.